الموقف الأخباري من قناة النيل الأزرق، حياكم الله. أكد عضو مجلس السيادة الانتقالية الفريق أول ركن شمس الدين الكباشي التزام الدولة بتعزيز مسيرة الأمن والاستقرار والنماء الاقتصادي بولاية جنوب كردفان. جاء ذلك لدى لقائه بالقصر الجمهوري وفد عمد وعيان إمارة أولاد حميد بالمنطقة الشرقية لولاية جنوب كردفان برئاسة الأمير محمد عبد الرحيم راضي. وأمن اللقاء على القضايا الأمنية والتنموية التي طرحها الوفد، ووعد الكباشي بزيارة المنطقة والوقوف ميدانيا على الأوضاع ووضع الحلول الجذرية لقضايا المنطقة. جدا جدا، وهذه القضايا بدائرة اختصاص السيد الفريق أول كباشي. يجينا جهة أولئي العمد والعيان والمشايخ يحملون هذه الهموم، وأخذوا في العاصمة هنا أكثر من 3 شهور. أغلبية المشاكل مشاكل أمنية، عشان كده اختصر بها لكباشي. بحث حاكم إقليم دارفور منيار كومناوي مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أحلام مدني مهدي في مقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي. اليوم بحث العديد من القضايا المتعلقة بالاستثمار في ولايات دارفور الخمس من أجل استغلال الموارد الطبيعية المتنوعة الموجودة بالإقليم لتحقيق النهضة الاقتصادية والاجتماعية. كما تضمن الاجتماع تكوين لجان عليا ولجان فنية ونافذة واحدة أو أي من الآليات والوسائل الأخرى التي تسهل على المستثمر الاستثمار بالولاية وتفعيل مشروعات المناطق الحرة المقترحة في منطقة المالحة وأمدخن عن طريق إنشاء شركات لإدارتها. والتشاور بشأن الاستثمار في ولاية دارفور، وولاية دارفور طبعا ولايات واعدة وغنية بالموارد الطبيعية بمختلف أنواعها، سواء كانت الزراعية وكانت الثروات باطنة الأرض أو السياحية. وأيضا طبعا دارفور يعني ولايات حدودية، فيها عدد من الولايات الحدودية، ولاية غرب دارفور مجاورة لمنطقة تشات وأيضا منطقة أمدخن. فتم الاتفاق مع السيد الحاكم لإيجاد شركات إدارة بالنسبة لهذه المناطق الحرة لأهميتها الكبرى في دعم الاقتصاد. الاجتماع طبعا تناول عدد من القضايا أساسية، منها زي ما قالت الأخت وزيرة هنالك يعني مناطق حرة، وتمت يعني في الحقيقة إنشائها بقانون قبل كده ولم تفعل بعد، فيجب أن تفعل هذه المناطق، وكما هي قالت بشركة ممكن تديرها شركة، وشركة ممكن أن تكون هي شركة مشتركة من قطاع الخاص وكذلك الحكومي. وفي إقليم النيل الأزرق أصدر حاكم الإقليم رئيس لجنة الأمن بالإقليم الفريق أحمد العمدة بادي أصدر مرسوما بتمديد إعلان حالة الطوارئ بإقليم النيل الأزرق لمدة 30 يوما. كما يتضمن المرسوم تمديد إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء إقليم النيل الأزرق. كما أصدر حاكم الإقليم قرارا آخر بإيقاف القرار رقم 3 لسنة 2021 استئناف تخصيص الأراضي الاستثمارية والصناعية بالإقليم، ووجه الجهات المعنية بوضع القرار موضع التنفيذ. رئيس المجلس الأعلى للسلم الاجتماعي والتصالحات بغرب كردفان الصادق محمد أبو القاسم أشاد بنجاح مؤتمر الصلح الأهلي بين مكونات قبيلة العنينات من بطون القبيلة أو من بطون قبيلة المسيرية الذي انعقد بمحلية الصنوط. جاء ذلك لدى مخاطبته الجلسة الختامية، أشاد بالروح الإيجابية التي سادت المؤتمر وحرص الطرفين على تحقيق الصلح وحقن الدماء. وقال إن المجلس الأعلى للسلم والتصالحات يسعى جاهدا لطي جميع الملفات المتبقية لتمكين حكومة الولاية من توفير الخدمات الأساسية التي تعزز الأمن وتقوي من النسيج الاجتماعي بين مكونات المجتمع كافة. كشفت الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية عن خطتها للتوسع في خريطة استغلال الذهب بجبل عامر وتحديث خريطة واستغلال الرمال البيضاء وسوائل الحفر والملح ضمن خطتها للعام 2023.
جاء ذلك خلال الاحتفال بحصاد العام 2022 وانعقاد الاجتماع الثالث للمكاتب الفرعية بحضور وكيل وزارة المعادن الدكتور محمد سعيد زين العابدين والمدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية المستشار عثمان عبد القادر. من جانبه أشاد المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول أشاد بالإنجازات التي حققتها هيئة البحوث الجيولوجية خلال العام المنصرم والتي أسهمت في رفع صادرات البلاد من الموارد المعدنية. توفير البيئة المناسبة لكل لكوادر الحياة وذلك بمضاعفة بدلات العاملين وتدريب والاهتمام بالتدريب والتأهيل للعاملين. تم تدريب ما يعادل 80% من الكوادر العاملة بالحياة ذلك عبر كورسات فنية وإدارية مكثفة. وكذلك اهتمت الهيئة بتوفير معينات العمل المكتبي والحقلي. نحن محتاجين يعني نعيد تقديم المعادن في السودان بشكل طيب وبشكل جميل ونراعي حقوق المجتمعات المحلية ونراعي حقوق الحكومات المحلية وكذلك حكومات الولايات وأهم شيء نراعي مسألة البيئة. إذا نحن اتفقنا جميعا من الوزارة للهيئة للقطاعات الحكومية هذا العام 23 جودنا فيه مسألة البيئة سوف نكون قطعنا شوط كبير إذا كان 22 هو عام للإنتاج. نظمت مبادرة نداء أهل السودان قطاع المرأة فعالية للاحتفالات بأعياد الاستقلال بمحلية كراريوم درمان. وقالت عضو مبادرة نداء أهل السودان ومديرة منظمة الزيتونة إحسان جحفر قالت إن قطاع المرأة ضد أي تدخل أجنبي في شأن البلاد، كما دعت الأطراف السياسية للوصول إلى حلول سريعة وتوافق يؤدي إلى استقرار البلاد والخروج بها من الأزمات المتكررة. وإن مبادرة أهل السودان جاءت من أجل الضعفاء والمهمشين ومعاش الناس. نحن مستهدفين المرأة اليوم جينا نحييها بعيد الاستقلال المجيد يعني. وتاني كثير من القضايا اتمت في هذا المنشط اللي هي محاضرة دينية وهي بتقول انه الاسلام هو الحل يعني في من ضمن مناشط المبادرة تمت مع لجنة المرأة هي الاسلام وهي الان المحاضرة شغالة بتتكلم عن تماسك الأمة الإسلامية بالإسلام المجيد ونحارب كل السلبيات الموجودة الان في المجتمع. أخيرا مشاهدينا نبقى مع أخبار الطقس خلال 24 ساعة القادمة بالبلاد، حيث توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للإرصاد الجوية أن تنخفض درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى انخفاضا طفيفا في شمال وشمال أواسط البلاد، بينما ترتفع ارتفاعا طفيفا في بقية أرجاء البلاد. كما توقعت الهيئة في نشراتها عن أحوال الطقس اليوم نشاط الرياح المثيرة للغبار في الأجزاء الجنوبية من ولاية البحر الأحمر وأجزاء متفرقة من أواسط الشمال غرب وغرب البلاد. في هذا الخبر مشاهدينا ينتهي الموقف الأخباري، قدمته في حضراتكم سحر كمال الدين، أينما كنتم تمنياتي لكم دوام الصحة والعافية، في أمان الله.